الله يعطيك الصحة والعافية أنت ومصطفى وسعيد وإبراهيم وأبو علي، جزاكم الله خير ما قصرتوا. طبعا هذا يرجع الفضل لرب العالمين ثم الشيخ سلطان اللي هو محتضن للألعاب الفردية. فهنين هالأيام يكون تركيزنا وايد على الألعاب الفردية، فما نطلع منهم أبطال ونلمهم من برا، بس لكن بآلية معينة بطريقة معينة إن شاء الله. طبعا هذا الشكر هذه لفرعي، لكن الأساس أولياء الأمور، وقفتكم دعمكم لنا ووقفتكم بالمسبح مع أولادكم ترى هي أكبر داعم للاعبين. طلع عليهم وجودهم على المدرجات شبه يومي، ما شاء الله هذا إنجازكم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، مبروك لنا جميعا. والله جزاك الله خير أبو راشد، هذا جهد متكامل من بين الله يحفظ الشيخ سلطان دعم هاللعبة. اللعبة طبعا جدا ممتازة، زين يوم يفكر ولي الأمر أن يبث بعياله الروح ويعطيهم القوة ويحاول يساندهم ويخليهم يلعبون اللعبات، وخاصة لعبة السباحة لعبة تكنيك قوي فيها يعني، فتستاهل. ومشكورين عيالي والله يوفقكم، ثابروا واستمروا وإن شاء الله الله يوفقكم. هذا جهد يوم تشوف تفرح بميداليتك الحين، تفرح فيها يوم تكبر أبوك يسوي لها بوستر تشوف إنك فزت وإنك تحطيت. خلي الدعم المادي، لكن الدعم المعنوي وقوة شخصيتك توصلك إن شاء الله. ومشكل الشيخ سلطان على الدعم اللي بيقدمه للأندية بصراحة، ومحتضنة الأولاد جوه مكان آمن ومسموح لهم بممارسة الرياضة وممارسة البطولات. وبعد كده برضو بيجي دور مجلس الإدارة في يعني في تذليل العقبات اللي بتظهر قدامنا. على وبنشكر سمو الحاكم الشيخ سلطان على دعمه للنادي، ونشكر الإدارة على دعمها للاعبين وموفرة كل حاجة للاعبين الحمد لله، ونشكر الإداريين الحمد لله، والحمد لله في تطور إن شاء الله. الكرم والسارقة يعني بكل صدق يعني الله يعلم شو بنحكي إحنا ببلادنا عن أهل الإمارات والطيبة، بغض النظر عن كل اللي بيصير بس كلام طيب، لانه احنا عايشين في هذا الجو، فاحنا معتبرين حالنا جزء من هذا من هاي الدوله. يعني مش احنا بس اللي حابين ان احنا نعمل حاجه مع اولادنا، الناس حابه تعمل حاجه لاولادنا كمان. فانا بشكر من بدايه من رئيس الدوله واسمه حاكم الشارقه، وبشكر اداره النادي والكابتن وليد على راس الناس، وبكل امانه ما انساش دور الاداريين اللي شغالين معانا.